السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الأفاضل في هذه الحلقة من قضايا وآراء. الوسطية مصطلح من المصطلحات التي يتنازعها الكثيرون، وكل يدعي أنه المثال التطبيقي لها، ويرمي غيره ممن يدعيها بالخروج عن الجادة في معناها وبالتالي في تطبيقها. لقد تحدثنا عنها في حلقة سابقة من هذا البرنامج قبل عامين ونصف تقريبا، وارتأينا الحديث عنها مجددا في هذه الليلة لأهميتها، ذلك أن ضبط المصطلحات وضبط معانيها وتطبيق مدلولاتها هو من الأهمية بمكان. فما رأيناه في الماضي وما نراه اليوم وما سنراه في المستقبل من كثير من النزاعات والجدالات والحروب مرده في الغالب إلى عدم ضبط المصطلحات الفكرية والعقدية بمعايير وضوابط وقواعد محددة تكون مرجعا للجميع. يسرنا للحديث عن موضوع الوسطية أن يكون معنا ضيف البرنامج الدائم الدكتور علي رحوم أسبعي، الكاتب والباحث الأكاديمي. فأهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك دكتور ومشاهدي الكرام. وقبل البدء أيها السادة الأفاضل، أنبه إلى أنه يمكنكم التفاعل مع موضوع الحلقة والتواصل معنا على صفحات القناة التي تظهر عناوينها على الشاشة الآن. أرحب بك مجددا دكتور، فأهلا وسهلا بك. بداية دكتور، أشرتنا في المقدمة إلى أننا قد تناولنا الحقيقة موضوع الوسطية في حلقة سابقة، هي الآن مضى عليها تقريبا عامان ونصف من الآن. لماذا نعيد الحديث عنها الليلة؟ ما الذي هل جد من جديد في هذا الخصوص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك دكتور فوزي وأحيي مشاهديك الكرام، ونسأل الله لنا ولهم ولجميع المسلمين القبول في القول والعمل ظاهرا وباطنا. لا شك أن مصطلح الوسطية، حينما نقول الوسطية المراد بها الوسطية الفكرية، ولا نعني بالوسطية هنا وسطية الأخلاق أو السلوك أو الفقه أو نحو ذلك. المقصود هنا الوسطية في التصور العام للإسلام، أو بمعنى آخر، كيف لي أنا المسلم أن أعرف أنني أسير في الطريق الذي يريده الله؟ يعني أنت الآن حينما تتصور نفسك أنك تسير، قررت أنك أنت تسير إلى مثلا مدينة الكفرة، توجه السيارة وتستعد وتسير، فبين الحين والآخر تحتاج أن تتأكد هل أنت فعلا تسير إلى هذا الهدف المنشود، أم أن انحرفت بك الطريق وأنت تحسب أنك تسير في طريقك إلى الكفرة. فنحن الحديث عن هذا الموضوع اللي هو الوسطية هو الطريق الموصل إلى الله، الطريق الذي شرعه الله لنا لكي نصل إليه وهو راض عنا. قد تقول لي طيب هذا أمر سهل بمجرد أن نقول مسلم ولا نحو ذلك. الجماعات التي تراها الآن والفرق التي تراها الآن كلها بلا استثناء تزعم أنها الوسطية التي يحبها الله ورسوله، هذه نقطة مهمة للغاية. الذي تراه متشددا ويكفر المسلمين ويذبحهم من مقبلين ومدبرين ويفجر فيهم نفسه، هو يعتقد أن هذه السبيل الموصل إلى الله. والذي يرتمي في أحضان المجرمين ويقوم بأعمال الخطف والقتل والإجرام ويبلغ عن المؤمنين، هو يظن نفسه أيضا يسلك الطريق المرضي إلى الله. ولذلك تراهم جميعا يقرؤون القرآن ويتلون آيات الله آناء الليل وأطراف النهار، وهذا يحسب أنه يسلك الوسطية، وهذا يحسب أنه يسلك الوسطية. بل إن الذي يكفر أبا بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة والأئمة هو يعتقد أنه يسير إلى الله في الطريق الوسطي الذي يحبه الله. فإذا الحديث عن الوسطية يجب أن يتعاهده الإنسان الليل والنهار حتى يعرف أنه يسير في الطريق الذي يحبه الله. وأنا سأضرب مثلا للمشاهد الكريم حتى أبين له. إذا قيل لك إذا سلكت من هنا إلى كيلومتر شرقا ستصل إلى كنز، هذا سعره ملايين الدولارات أو ملايين الدينارات، فأنت ستحرص، العاقل سيحرص غاية الحرص أن يأخذ الوصف الدقيق الموصل لهذا الكنز، أليس كذلك؟ بلى. ابنك الآن حينما تقول له لو أنك تفعل من هنا إلى هناك ستتحصل على جائزة قيمتها 1000 دينار،
لن ينام الليل حتى يعرف هذه الوصفة التي تصله إلى الألف دينار هذه. نعم. طيب الله وصف لنا طريقا موصلا إليه وإلى رضوانه وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. العاقل المؤمن الذي يرجو الله والدار الآخرة يجب ألا يقرر له قرار حتى يتأكد أنه في الطريق الذي رسمه الله كي يصل إليه. هذه أهمية الوسطية، وهذا جوابا على سؤالك الذي سألتني الآن لماذا نكر هذا الموضوع. يجب أن نتعاهده في كل بين الحين والآخر، ويجب أن يتعاهده الدعاة والمصلحون والعلماء والأئمة والخطباء دائما وأبدا، لأن القضية هذه متعلقة بمصير وسعادة الإنسان. طيب دعني أكمل في 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 دقائق قليلة. طبعا موضوع الوسطية، قد يقول قائل الآن كيف يعني أنا شخص بسيط وغير متعمق في 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 علوم الشريعة، ولا أعرف هذا داعشي وهذا إخواني وهذا مقاتل وهذا مدخلي وهذا شيعي وهذا أشعري وهذا سني وهذا حنبلي وهذا مالكي، أنا لا أعرف. إذا كنت لا تعرف الأمر سهل، الأمر سهل جدا. أنت تريد أن تنجو، عليك أن تجلس يوما أو سبعة أيام كما ضربت مثلا للثوار في سرت، تجلس سبعة أيام تفكر من هم علماء بلدك، أين اجتمع هؤلاء العلماء كي أتبعهم. هذا الذي أمر، أليس الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت كويس، أنت فعلا كثير من الأمة الليبية وكثير من الشعب الليبي لا يعرف، هو متخصص هندسة، مزارع، فلاح، ربة بيت، كذا، ما تبيش تعرف الأمور هذه، ما تعرفهاش. الذي يجب عليك وجوبا لا تعذر به بدونه أنك أنت تسأل على علماء بلدك، من هم علماء بلدك؟ أنا أقول وهذا اجتهاد من عندي أن علماء ليبيا اجتمعوا في دار الإفتاء، جمهور علماء ليبيا اجتمعوا في دار الإفتاء، فأنت إذا سألت دار الإفتاء فقد أديت الذي عليك وسلكت الوسطية التي يحبها الله ورسوله. أما أن يتصل بك واحد من اليمن والثاني من السعودية والثالث من أفغانستان والرابع من تركيا والسادس من كذا وتقول أني ما دخت وكذا، فتحمل ما يأتيك. هذه الهيئة قد زكاها العلماء وعرفنا علمها في الحلال والحرام وفي الدماء وفي العقائد وفي في كل شيء، وبها نخبة من العلماء العاملين الذين لم يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل اجتمعوا تحت هذه المظلة. فأنت يا أخي البسيط الذي لا تعرف أحكام دينك اسألهم وقد برئت ذمتك بما أفتوك فاعمل به. أما أن تتلقى هذه الوسطية في حقيقة اكتفيت بها، وما سنقوله للمتخصصين الآن كيف تعرف أن تقول لا أني نعرف الميز ونعرف يعني نعرف المناهج ونعرف هذه ونعرف كذا. سنتكلم الآن بالأدلة. الشخص الغير متخصص، الغير متخصص قد يكون طبيب، قد يكون أستاذ جامعي، قد يكون مهندس، قد يكون فلاح، قد يكون أي شيء، المرأة في بيتها، الرجل الذي في البادية، أنت في ليبيا يكفيك أمام الله وتلقى الله وأنت معذور إذا أشكل عليك أمر في أمر دينك. اتصل بدار الإفتاء، ألو السلام عليكم، أنا عندي كذا وكذا، بماذا تفتونني؟ أفتوك بكذا وكذا، فهذا كافي في حقك. أما أن سمحني في الكلمة هذه تبهدل روحك، هذا شاب كان غرا لا يفقه من دين الله شيئا ويأتيك بكلام وبمنشير وبأشرطة من السعودية وبسيديات ومش عارشني يخلخل لك عقيدتك ويخلخل لك منهجك ويصبح تصبح أنت في اضطراب، فأنت تتحمل نفسك. أنا لا أقول حكرا دار الإفتاء أنها لا يخرج منها، لكن الذي لا يعرف يتلقى دينه بالدليل والحجة الصحيحة فعليه بدار الإفتاء، فما علمنا عنها إلا أنها تتبع كتابي والسنة وما يرضي ربنا وتنادي بتطبيق الشريعة، وهي من العلماء الذين هم بها في جملتهم ممن ليسوا يعني يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. هذا الوسطية بحق هؤلاء. طيب دكتور، الآن هل ترى الواقع الليبي المعاش في حاجة للحديث عن الوسطية؟ بأمس الحاجة إلى الحديث عن الوسطية. كيف؟ لأننا كما ذكرت لك قبل قليل، الذي مع حفتر والذي مع القذافي والذي مع فجر ليبيا والذي مع الكرامة والذي مع كذا كلهم يصلون، الغالب والظاهر، لا أريد أن أتكلم عن التفصيل، وكلهم يحجون وكلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وكلهم يريدون الإسلام، كلهم يقول الله أكبر، وكلهم الله أكبر والشهداء والشهاء وإلى آخره، وكلهم يزعم أنه على الحق المبين. أنت لن الدعوة هذه لن تفيدك بشيء إلا بأحد طريقين، إذا كنت من عامة الناس فاسأل دار الإفتاء، إذا كنت ممن يدرك الدليل فعليك أن تبحث عن الوسطية الحقة، الدليل كيف نتلقى الدين. هذا الكلام اليوم، كيف نتلقى الدين تلقي سليم، كيف كيف نعرف أنني أسير في الطريق الذي يحبه الله ورسوله. فإذا الحديث عنه الآن أنا أعرف، أنا أقول لك بكل صراحة وأنا قلتها من قبل وسكرها، بعض الناس تقاتل مع حفتر وهي صادقة، وبعض الناس تقاتل مع داعش وهي صادقة، وبعض الناس تقاتل مع جميع مع القذافي وهي صادقة. فهذا الصادق إذا يريد
جن عرضها السماوات والأرض ويريد أن يسلك المسلك الصحيح الذي يعني يحبه الله ورسوله، فعليه أن يعرف كيف يتلقى الدين تلقي صحيح. وأنا أقول صادقين، وهذه وكلمة صادقين لا تعني شيء ما لم تكن على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالخوارج الأوائل كانوا صادقين، ولكنهم كانوا من أضل الأمة، بل أضل الأمة على الإطلاق. لأن الآن ممكن أحدهم يقطع الكلام ويقول لك أنت تقول، لازلت تكرر أنهم صادقين. فلما نقول صادقين لا تعني شيئا. أن تكون من النصارى كثير منهم صادقين، الرافضة الذين يسبون أبو بكر وعمر هم يبكون وينفقون أموالهم يظنون أنهم يسترضون رب العالمين، ولكنهم في الضلال المبين. فأنت صدقك لا يكفي، لابد أن تتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم وتتبع السبيل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أنت في ضلال. كيف تعرف أنك على السبيل المبين؟ هذا أمر سنذكره بالأدلة. فإذا كان قد اتبعت هذا السبيل فأنت على الوسطية، وما غير ذلك فابحث عن وسطية أخرى. لأن اليوم الجميع يحاول أن يحتكر هذا اللفظ له، حتى لا أريد أن أسمي مسميات، حتى القادة العسكريين الذين يرمون درنا وبنغازي بالبراميل المتفجرة حينما تتلطخ يداه بالدماء يتكي على أريكته ويظهر بين الحين والآخر أنه يصلي وأنه يقرأ في القرآن. دكتور، سأستأذنك بالخروج إلى فاصل ثم نواصل. سنخرج إلى فاصل أيها الفاضل ثم نواصل بإذن الله تعالى، فتفضلوا بالبقاء معنا. ترغب قناة التناصح الفضائية في تعيين موظفين في المجالات التالية: إعداد البرامج، التقديم الحواري، تحرير الأخبار وفق الشروط الآتية: أن يكون ليبيا الجنسية أو أجنبيا مقيما في ليبيا، التفرغ التام للعمل بدوام كامل، إجادة التحدث باللغة العربية لمن يترشح لوظيفة التقديم الإخباري والحواري، حسن المظهر وقوة الشخصية، ألا يتجاوز عمره 40 عاما، أن يكون لديه الرغبة في العمل ضمن فريق القناة لتحقيق أهدافها. تعطى الأولوية لمن لهم خبرة في المجال. على من يأنس في نفسه الكفاءة إرسال سيرته الذاتية للبريد jobs@tanasoh.tv. مرحبا بكم أيها الأفاضل مرة أخرى. دكتور، الآن الوسطية هذا مصطلح حقيقة محبب للنفوس، وإلى لما دعاه كثير من الناس. بداية، ما مقصودك بمصطلح الوسطية؟ نريد تعريف زي ما تعودنا، نحن لسنا التعريف الأكاديمي، وإنما تعريف يعني نقربه لعامة الناس. نعم، الناس التي تدعي الوسطية أو تزعم أنها تسلك المسلك الوسطي، أنت اليوم ترى مدارس شتى. حتى جون كيري حينما زار دولة الإمارات أثنى على وسطيتها، أليس كذلك؟ وجلس في مسجد وقال أنا أتمنى أن تحتدي كل الدول أو شيء بهذا بالوسطية التي يعني على هؤلاء. بل كبار القتلة والمجرمين من الحكام ومن يعني الذين قتلوا الشعوب وقتلوا كذا، لما يخرج في العيد وكذا يقول إحنا الحمد لله على المذهب الوسطي وعلى يعني دولة وسطية ونحو ذلك. الشرط الذي به تعرف أنك وسطي أو غير وسطي، الأمر الأول والأساسي في هذه القضية، من أين نستقي هذا التعريف؟ أنت الآن حينما تقول أنا عضو، أنا ثوري بمعايير معمر القذافي، هناك معايير الأمور كلها، هذه قاعدة عامة يجب أن يعرفها الناس كلهم. كل مصطلح على وجه الأرض لابد أن يضبط ضبطا جيدا. أنا حينما تقول فبرايري، شو معنى فبرايري؟ يعني أنا إما أن يكون مساهم في فبراير أو داعما لها. لا يعني هذا الضابط يجعلك انك انت فعلا فبراير، بغض النظر انت مصيب ولا مخطئ، مش موضوع. لما تقول اني ثوري بمعايير معمر القذافي، اما تكون مسجل في المثابه الثوريه، واما تكون حاضر دورات عقائديه، واما كذا واما كذا، فيه مصطلح. لما تقول اني حاج، حتى كلمه حاج ما يجيش واحد ما ذهب الى عرفه ووقف بها في وقت محدد وزمن محدد وقام باعمال معينه، هذا لا يطلق عليه حاج ولو كررها 1000 مره، صح ولا لا؟ من أين استقينا هذه القضايا؟ من لابد، هذا من الإنصاف العزيز الذي يغيب عن كثير حتى من الباحثين المستشرقين الغربيين الذين يتناولون الإسلام اليوم في قضايا الإرهاب ونحوها، تغيب عنهم هذه القضية. نحن الآن حينما نذم دين النصارى ونقول دين باطل، من كتابهم لا يجوز إطلاقا أن نجيب كتاب الإنجيل
ونسقطه على اليهود ونقول اليهود ضالين لأن الإنجيل يقول كذا وكذا وكذا، أو نأتي بكتاب التوراة المزعومة هذه ونقول النصارى ضالين لأن التوراة تذم النصارى، أو نأتي نقول معمر القذافي كان طاغية أو كان مجرما أو كذا باستدلالات من دار الإفتاء أو من تركيا أو من قطر أو من الإمارات. لا، إذا أردت أن نقيم معمر القذافي هل هو رجل صالح أو غير صالح لابد أن نجمع خطبة وأعمال الموثقة وأقواله ونخرج بحكم نقول هذا الإنسان رجل صالح أو رجل فاسد أو رجل ظالم أو نحو ذلك. هذا من الأنصاف العزيز الذي تفتقده جميع القنوات تقريبا إلا بقايا من 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 من, من هنا وهنا من دين إبراهيم على ملة إبراهيم بقايا. فالشاهد من الحديث أنك أنت الآن يا أخي المسلم الليبي يلي تعرفني واللي بجاري ترميني بالإرهاب وأنت تعرفني جيدا، من أين جاءت هذه الإرهاب؟ لابد أن نضع له تعريف، قد تكون أنت الإرهاب لست أنا، لابد أن نضع تعريف حتى يعني نضبط به الأمور. أما يخرج واحد في إعلامي في قنوات ويقول الإرهابيون الذين فعلوا كذا والإرهابيون الذين موجودين في المكان الفلاني والإرهابيون الموجودين في كذا، طيب بأي دليل وبأي حجة وبأي معيار قيمت هؤلاء إرهابيين وهؤلاء؟ أنت الآن على سبيل المثال الذي يقطع الطريق، قل لي أنا الإرهابي الذي يقطع الطريق، أنا معاك من أقصى اليمين لأقصى الشمال، تبدأ بها من مصراطة من الزنتان من ورشفانة من جدران من سرت، أي قاطع طريق يقف وينصب بوابة وينزل الناس ويأخذ منهم أموالهم هذا إرهاب، أنا راضي به الكلام، عرفوا لي هيك أنا راضي به. أما أنت جي تغض الطرف بالكامل على جدران الذي قطع أرزاق الليبيين ومارس القرصنة القذرة وأوجع الليبيين في أموالهم وفي صحتهم وفي أرزاقهم وغرقهم في الديون وكذا، تغض عنه الطرف وتأتي إلى لص موجود من هنا من مصراتة ولا من سوق الجمعة ولا من كذا تقول لي هذا التوارة هذا التوارة، وتغض الطرف عن أعمال القذافي الذي أفقر ليبيا 42 سنة أرقام فلكية لم يراها الليبيين ولم يتنعم بخيراتهم وتأتي تقول ها فبراير، وتغض الطرف على 1269 لم تدمع لك دمعة واحدة وتقول الإرهاب والقتل والاعتداء ما رأيناه إلا في فبراير. هذا من الموازين المختلة الباطلة التي لا أساس لها ولا يحكم بها وليس لها أدنى وزن في المعايير العلمية. أنت إذا تريد تقيم إذا كنت إنسان تحترم عقلك يجب أن تضع مناهج وتضع معايير تقيس بها البشر جميعا، فبراير ولا غير فبراير، أنا من مؤيدي فبراير حطه في المعيار يطلع مجرم ونقول لك هذا مجرم ونص. أما أنت تغض الطرف على إجرام أهلك وناسك وقبيلتك وهواك والنظام اللي تحبه هذا ما تشوف لاش بك، ما تأتي للجانب الثاني ترى كيف يقول هو ترى وترى شعر في العود كذا في عين أخيك ولا ترى الجدع في عينك ولا شيء من هذا. نعم. فنعود إذن الوسطية، ما معنى الوسطية؟ أي ما معنى الوسطية؟ إذا أردنا الشرط الأول إذا أردنا أن نعرف الوسطية لابد أن نعود إلى الوسطية التي يحبها الله. طيب أين نعرف مراد الله؟ أين نعرفه؟ منين نأخذه؟ ليس من الكتاب الأخضر ولا من سين، من الكتاب والسنة. طيب لا، لكن أنا أريد ضابط الوسطية، ما نقصده؟ ضابط الوسطية هو اتباع أوامر الله على مفهوم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن سار على نهجه، هذا ببساطة. يا دكتور إذا كانت بهذا الوضوح، نعم. سمحني، إذا كانت الوسطية بهذا الوضوح، نعم، لماذا يدعيها أحيانا ناس على طرفي نقيض؟ أنا كما ذكرت لك يعني هي أنت الآن ذكرت بأن الوسطية هي أن يكون الإنسان على ما أراده الله عز وجل في الكتاب والسنة، واضح. نعم. طيب لماذا يدعي الوسطية أطرافية في الحقيقة على طرفي نقيض؟ تمام، هذا كما ذكرت لك الكتاب والسنة كل يدعي فهمه وكل يرى عدل، حتى الرافضة الذين يكفرون أبو بكر وعمر يقولون نحن سنة آل البيت، والخوارج الذين خرجوا وكفروا المسلمين وقتلوا علي بن أبي طالب وفعلوا بالأمة لفعيل يقولون نحن الغرباء ونحن أهل الحق ونتبع الكتاب والسنة كما سيأتي بيانهم واستدلالات من الكتاب والسنة. لكن كما ذكرت لك قبل قليل الكتاب والسنة مقيد بفهم الصحابة ومن سار على نهجه. طيب كما دكتور. سنبينه بالأمثلة كيف طيب. ضلت الأمة لما طيب أنا هذا السؤال يا دكتور، الآن أنت كلامك واضح وكلامك مقنع، لكن قد يخرج في قناة أخرى باحث مثلك ويعرف الوسطية بتعريف ربما قد يكون ليس كما عرفتها أنت، نعم، وقد يكون كلامه مقنعا أيضا، نعم. طيب ما هي، ربما يسأل الآن أحد المشاهدين الأفاضل يقول ما هي المعايير والأسس
التي تقوم عليها الوسطية حتى يعني نتبين ما إذا كان تعريفك الوسطية أنت هو التعريف المستقيم والصحيح أو تعريف الباحث الآخر؟ تمام. الذي لأنني كما قلت الكل يدعي وصلا بليلة كل يدعي بأنه وسطي. تمام. هل هناك معايير معينة أو ضوابط أو أسس سميها ما شئت؟ تمام. لضبط مصطلح الوسطية وغيرها من المصطلحات. تمام. لا شك في ذلك. أنا أريد أن أقول لك شيء عقلي قبل أن ندخل في هذا الموضوع. إذا كان الله رب العالمين طلب منا أن نتبع الكتاب والسنة، إذا أردنا النجاة علينا أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه. طيب. هذا الخطاب ليس موجه لي أنا العربي أو أنت أو المشاهد، هذا موجه للبشرية جميعا. فبالعقل ما دام الله أمرنا باتباع الكتاب والسنة ورتب عليها جنة عرضها السماوات والأرض ونار وقودها الناس والحجارة، من عدل الله، من تمام عدل الله أن تكون هذا الطريق أوضح من الشمس ربيعة النهار. طيب. يعني أنت أحد أبنائك الآن تقول له تسلك هذا الطريق وبعد 100 متر تنام في البيت الذي على اليمين، وإلا ستموت لأن هناك أسد مفترس سيفترسك. أنت الناصح المشفق على ابنك يجب أن يكون الوصف هذا من الدقة بحيث ابنك كأنه يراه يرى العين، 100 متر أول بيت على اليمين. هذا من العدل ولا بالعقل هكذا؟ أنا مش معقول أن نقول لك بعد 100 متر في أسد بيأكلك وأن نقول لك تمشي كيلو متر، معناها هلكتني، الصورة غير واضحة. صح ولا صحيح؟ فإذا رب العالمين هذا بالعقل حتى يطمئن الناس، لأن الخلل في البشر وليس في ميزان الله. الله جل في علاه قال من أراد النجاة في الدنيا والآخرة فعليه باتباع هذا النبي ومن سار على نهجه. ماشي؟ تمام. نعم. هذه القضية أوضح من الشمس ربيعة النهار عند الأولين ومن سار على نهجه. الذين ضلوا في هذا الطريق ويأتي آخر يقول الوسطية هنا والثالث هناك والضلالات التي تراها بسبب تركهم لهذا الطريق الواضح كالشمس في ربيعة النهار. واضح إلى هنا؟ تمام. الوسطية كما ذكرنا أكثر مرة، الكتاب والسنة، ما قاله الله في كتابه وما ذكره النبي وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الركن الأساسي. هذا لا يكفي، لابد أن يضاف له فهم الصحابة ومن سار على نهجه كما سنبينه بالأدلة. تمام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو مهم، الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم مباشرة، ينزل الوحي يقول لهم هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا منهي وانتهى الأمر. هذا الكم الهائل من الحلال والحرام والآيات والأحاديث جاء جهابدة من العلماء ومنهم إمام دار الهجرة الإمام مالك إمام الليبيين. نعم. وهو إمام عظيم، من جزء من ممن أئمتهم إمام الليبيين والمغاربة ونحوه. لما تأمل من هذا الفرق بين العالم والعام، لما تأمل في ضخامة هذه الآيات والأحاديث والمواقف والسير صار يبحث ويجمع، وخرجوا هو وغيره من العلماء خرجوا بقواعد عامة للدين، خرجوا بقواعد عامة. أبو بكر رضي الله عنه يعرف لما هذه الآية منسوخة بمجرد أن تتلى عليه يقول لك هذه لما نزلت كنت معه في بدر ولكنها نسخت في أحد، لكن احنا ما نعرفوش الكلام هذا. صحيح. جاءوا الجهابدة الكبار من العلماء الربانيين الذين لهم فضل علينا بعض الله كبير، وأخذوا هذا التراث العظيم وجمعوه وغربلوه وخرجوا بقواعد عامة. قد تقول لي مثل إيش القواعد العامة؟ مثلا على سبيل المثال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. متى أو دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. مثالها أنا اختنقت، وهذه دائما نضرب فيها، أنا اختنقت الآن، اختنقت في أي أكلت شيئا فاختنقت وليس بجواري إلا خمرا، هنا أجاز الشارع الكريم أن أشرب خمرا بقدر ما تزابي الغصة. نعم. لأن هلاك النفس هذه مفسدة كبرى، وشرب الخمر أقل منها مفسدة. نعم. وكلاهما حرام طبعا. قتل النفس وشرب الخمر. لكن هنا من هذا الموقف من هذه الواحد أخذوا قاعدة عامة. قاعدة عامة كبرى، أنا عندي الآن مشروع كرامة، سمحني فيه المثال هذا. نعم. عندي مشروع كرامة يطلق عليها كرامة، قتل العلماء، قتل الوطنيين، رمي الناس بالبراميل المتفجرة، تدمير درنا، تدمير كذا. عندي مفسدة صغرى ثانية ممكن لا أتفق معها، هذه الشخصية هذه لا أتفق معها 100%، لكن هذه مصممة على دفع تلك المفسدة الكبرى، فأنا أتعامل مع هذه الشخصية هنا، وزير، حرس رئاسي، جيش، قبيلة، أي شيء معي فيها القصة هذه، فأنا عندي مفسدة كبرى غادي تحرق الأخضر واليابس، وعندي هذه مفسدة صغرى أتفق معه في أشياء وأختلف معه أتعاون معه.
بنص القواعد هذه. هذه القواعد لا يفقهها هؤلاء الذين يستدلون بالدليل وقال السلف وقالك. هذه القواعد هي هنا هنا مجال العلماء، هنا مكمن الفقه، هنا مكمن الفقه في القصة هذه. صحيح. كيف تحكم هي تو الآن تسأل أي واحد حكم تب الشريعة، الشريعة كنا نبهها، لكن هل نستطيع، هل لا نستطيع المجتمع الدولي الناس الظروف الإمكانيات هذه تبع علماء يجمعوها الاتفاق السياسي؟ لا، ممكن أي واحد يقولك لا نبيه لا ما نبيش، لكن الغوص في أغواره هذه تحتاج إلى علماء لفهمه ومآلاته وما يؤلي له. إذن إعمال القواعد العامة، قواعد العامة هذه بحر طويل نتكلم فيها في ربما في حلقة قادمة. إذن قلنا قول الله ورسوله هذا أصل يقوم عليه الوسطية، فهم الصحابة لقول الله ورسوله، ثم جاء بعد ذلك علماء جهابدة وضعوا لنا قواعد يقوم عليها الدين. وهذه القواعد حتى في الطب والهندسة لابد من إعمال هذه القواعد. لا يمكن أن تأتي أنت الآن لأي شخص مريض بالصداع تقول له خذ حبوب رأس، هو قد يكون الصداع هذا ألم في الأذن، قد يكون ألم في الأنف، قد يكون سرطان، قد يكون برد، قد يكون صداع عابر من قلة السكر في الدم ولا شيء من هذا. فليس كل من أصيب بصداع تقول له خذ حبة رأس وانتهينا، ليس الأمر كذلك، هذا في الطب. فكذلك ليس كل ما يمر عليك حديث تقول، ليس كل من يمر يسألك في شيء يقولك الحديث كذا، لا ليس الحديث كذا، نعم الحديث كذا لكن فهمه ليس أنت من تفهمه، تحتاج أن تفهم القواعد التي أفنى العلماء حياتهم من أجل تأسيسها وتأصيلها، وأنت لم تلد كأمك بعد فتأتي وتقول من هذا العالم ومن هذا كذا. فإذا عندنا قواعد القواعد يقوم عليها علم الشريعة، واحفظها بالذي يريد المشاهد يحفظها. نعم. كل علم من العلوم له قواعد، الطب، الهندسة، العمارة، الفلك، أي شيء له قواعد عامة، كلما تبحرت في هذه القواعد صرت عالما بذلك العلم. فإذا القواعد العامة هذه لابد من إعمالها. وأحيانا يكون الحديث ينص على جهة لكن القاعدة العامة تنص على شيء آخر، تعمل بالقاعدة ويترك الحديث، وهذا موجود سنضرب له أمثلة كثيرة. نعم. إذن عندنا قول الله ورسوله، هذا الأصل الأول في الوسطية، فهم الصحابة ومن سار على نهجهم، إعمال القواعد العامة، فقه الواقعي، أنت تأتي بنص قد يكون الواقع، ولذلك يقول العلماء. طيب معلش يا دكتور أقاطعك، لنخرج إلى فاصل ثم نواصل إن شاء الله. سنخرج إلى فاصل أيها الفاضل ثم نعود إليكم. إن ملحمة الكرامة هي الإجابة والاستجابة لأوامر الشعب الليبي لقواته المسلحة. ما ننساش جبيل مصر علينا، ما ننساش جبيل مصر علينا. الله أكبر، الله أكبر. ده خير نجات من مصر، المصري بحس بحاجة. 400 حاول، ده خير نجات من مصر. الله أكبر. مشيت لمصر مرتين أو ثلاثة، كان مروري على الناس اللي تدرب غادي، وكان هو الاستعانة من أفكار القادة المصريين. كل من هو مشتبه ومتورط بسبب دماء الليبيين تم إزالة المبنى بتاعه. هذا يا طفل ولا عاد في شيخ محل، ولا عاد في شورى، ولا عاد في مجلس محل. ما شورى شورى ما عادش في أمانك الله مصير. الوقت خليفة عنده صديق أجنبي، لا ليبي لا عربي لا مسلم، واحد أمريكي ما نقولش اسمه، حفاظا على هذا الرجل. الرجل هذا دفع للواء خليفة 50 مليون يورو، صديق اللواء خليفة اللي يقول خليفة جدار. ويعد الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمدا. السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم من جديد. دكتور، كنت ذكرت قبل قليل قبل الفاصل فهم الواقع، لكن قبل أن تتحدث لي عن فهم الواقع أريد بس مزيد بيان بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كيف يكون لهذا مزيد إيضاح بس مدخلا في تحديد معنى الوسطية. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لعلني أتكلم عن هذه القضية بنوع. وإذا كان عندك نقولات أو شيء. نعم. أفضل وأفضل. نعم. أول شيء لما نقول هناك لبس أيضا، الليبراليون والعلمانيون يعني يصطادون في الماء العكر. فحينما نقول نحن الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن سار على نهجهم أو بفهم سلف الأمة، يقول لك يا أخي بتردون إلى الرجعية وإلى الظلام والأفكار البالية ونحو ذلك. قاعدة عامة، الكتاب والسنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لن تجد أحسن فهما وأتقى لله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن حينما نقول الرجوع إلى فهم كتاب السنة أي الآيات
والأحاديث التي نزلت، لابد أن ننظر في أقوال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة ومن سار على نهج ممن أخذوا عنهم العلم كابن عباس وابن عمر والتابعين سعيد بن جبير ونحو ذلك، لأنهم أقرب للمعين الصافي الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا يجادلون فيها العلمانيون والليبراليون مع أنهم يثبتونها في العلوم الأخرى، وأنا ساضرب أمثلة. الآن أنت الآن طالب في جامعة درست البكالوريوس والماستر والدكتوراه على 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 أستاذ واحد، بروفيسور على أستاذ واحد، وجاء غيرك درس معه الدكتوراه فقط، أنت الذي درست معه طول هذه الفترة ستكون أفهم لهذا البروفيسور حتى من حركات وجهه. أكيد. حتى من حركات وجهه تفهم أنه راضي ولا زعلان ولا فهمت ولا ما فهمتش ولا بيعاود ولا كل هذا تفهمه، هذا محسوس ولا حتى الابن لأبيه كلما كان ألصق بأبيه كان أفهم من غيره. يعني أنت الآن عندك مجموعة أبناء، لكن عندك أحد الأبناء يمشي معك كثيرا ويسافر معك ويجي وكذا، تجد نفسك أكثر فهما لأبيك من إخوانك، هذا ملموس ولا ومعروف. فإذا ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، بكى أبو بكر دون الآخرين. لماذا بكى أبو بكر؟ لأنه كان أفهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يتكلم به من الوحي من غيره من الصحابة. فقيل له يبشرنا الله بالفتح المبين وأنت تبكي يا أبا بكر؟ قال إني أعرف أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقترب، فطلب الله منه أن يستغفر ويسبح. فهذا فهم أبي بكر وفهم عمر يفهمون، وهذا شيء ملموس كما ذكرت لك. فإذا هذا سلف الأمة، هذا الأمر الأول. أما الآيات التي تدل على الرجوع للسلف الأمة كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأنت حينما نقول لك أولئك القوم قد رضي الله عنهم، فقد رضي الله عنهم فكرا وسلوكا ومنهجا. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. من هم هؤلاء المخاطبون؟ المخاطبون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الأمة الوسط هي أبو بكر وعمر ومن سار على نهجهم. الخطاب أساسا ينزل على أولئك الذين هم أحياء ويسمعون هذا الوحي والتنزيل، فهم يخاطبهم أساسا ومن سار واقتدى بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه نصوص واضحة على النبي صلى الله عليه وسلم. علي قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا، هذا يكفي في هذا الباب. طيب خلي لعلنا نستشهد بالأصل الأول اللي هو الكتاب. أيضا الأصل الأول الوسطية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. المقام لا يسع أن نستحضر الآيات والأحاديث التي وردت، الآيات التي وردت في طاعة الله ورسوله هي كثيرة جدا، ويستطيع الإنسان أن يقلب صفحات المصحف ويقرأ فيما ورد في وجوب طاعة الله ورسوله. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني ذكرنا الصحابة رضي الله عنهم، ذكرنا على الواقع قلنا إيه إحنا نعم هذا سؤالي الآن، كيف لفهم الواقع وملابساته مدخل في ضبط مصطلح الوسطية وغيره من المصطلحات؟ نعم. لكن مصطلح الوسطية على وجه الخصوص. نعم. نعم. لا شك أن كما قال الفقهاء الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في مكة لم يؤمر بكثير من أحكام الإسلام، منها الحج، منها الجهاد، منها الصوم، منها أشياء كثيرة. نحن الآن مأمورين بكل الدين، حتى لا يلتقط إنسان لاقط ويقول هل تريدنا من صلوش وكذا. الله جل في علاه حينما أمرنا بشيء قال يعني حينما أمرنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن الآن على سبيل المثال لا نستطيع أن نطبق بعض أحكام الشريعة، أحكام الشريعة التي وردت في القرآن لا نستطيع أن نطبقها في مجتمع، عاجزين إما بضغط خارجي وإما بعدم فهم الناس لهذه القضية. فأنت الآن حينما تتكلم عن حكم من أحكام الله، أي حكم من أحكام، لابد أن تراعي الواقع الذي، هل أنت في زمن قوة؟ هل أنت في زمن استضعاف؟ هل أنت في 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 منع وفهم الناس لها قادرين على تطبيقها أو غيرها. لعلي أضرب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان يوزع في، هذا في صحيح البخاري ومسلم الحديث، كان يوزع في 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 غنائم أو يوزع في شيء من متاع الدنيا، فجاءه التميمي، نسيت اسمه، ذو الخويصرة الثميم،
قال له: يا محمد اعدل اعدل، فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. فجاءه عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، نافق الرجل، دعني أضرب عنقه. فما قالش النبي صلى الله عليه وسلم ما نافقش وجهه، لأن كلمة عظيمة. من قال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل، وأنا يأتيني وحي السماء؟ قصدي هذه كلمة تقال هي. فقال: يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذا هذا تقدير للواقع ولا مش تقدير؟ هذا الأمر، هذا الأمر راعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتحدث الناس المشركين، راه مش حتى المسلمين. المشركين شن بيقولوا؟ بيقولوا هذا أسلم، ذو الخويصر التميمي هذا جه أسلم فقتله، هيك بيقولوا. فهذا بيصد الناس عن سبيل الله، بيصد، ما عادش حد يجي يسلم، يقولوا يعني مرة نغلط غلطة ولا حاجة يقتلني، ما عادش بنجي. فإذا هذا هذا واقع رعاه النبي صلى الله عليه وسلم. تعال لواقع ثاني. الأقرع بن حابس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه، كلما جاء أعطاه شيء من الإبل وأعطاه شيء من الذهب، وفي غزوة حنين أعطاه كم 100 أوقية من الذهب، هو وأبو سفيان وهذا الناس الحديث عهد بالاسم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في زمن أبو بكر، طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف هؤلاء المشركين كان الإسلام ضعيف، هذه مهمة لداعش وأخواتها. نعم. كان الإسلام لم يثبت على الأرض بعد، فكان يتألف رؤوس الكفر، كيف أسلموا كان يتألف فيهم خشية أن يرتدوا عن الإسلام، واضحة هذه؟ أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل والأقرع بن حابس وسادات العرب أسلموا مليهم الشهر ممكن ولا أقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لازال يتألفهم، يعطي فيهم في أوقيات ذهب وغنم وإبل، حتى أن الأنصار من شدة ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرؤوس، وهذه سياسات شرعية تحتاج إلى وقفة، لكن مش وقتها النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما تألفهم وأعطاهم لعاعة الدنيا، حتى الأنصار قالوا كلمة وبلغت النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجد قومه فنسانا، أو كلمة نحو يعني لقي ناس نسانا إحنا. فنادى سيد الأنصار سعد بن معاذ فقال: ما مقالة بلغتني عنكم يا سعد بن ربيع لعله. نعم. إيه. فقال سعد: ما أنا إلا رجل من قومي، يعني كلمة اللي قالوها حتى نيراني زينب قال له: اجمع لي، ما لا يأتيني سعد بن ربيع. نعم. إيه. قال: لا يأتيني إلا أنصاري في وادي اجمعها. شاهد من الحديث بعد ما خدي منهم كلام: وجئتكم فقراء أغناكم الله بي وكنتم تتقاتلون ألف الله بينكم وإلى آخره. بعدين قالهم كلمة هذه الشاهد، قالهم: يا معشر الأنصار، يعني بمعنى تعيبون علي أني أعطي لعاعة الدنيا لأقوام أتألفهم، وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم برحالكم، يعني أني اللي بنرجع معكم، تاني رسول الله مراجع معكم، شو تبوا في الدنيا هذه؟ ذهبوا الوحي. فبكوا حتى أخضروا، بكوا من الوحي. فهذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان الإسلام لم يثبت بعد. لما في زمن أبو بكر وقاتل الردة وانتهى، كان عمر رضي الله عنه يطلي في إبل الصدقة بالقطران، فجاء الأقرع بن حابس نفس هذا ومجموعة من الروس، قال له: أعطينا. قالوا له: أبو بكر أعطينا. فكتب لهم ورقة، فلما جولي أبو بكر، جولي عمر، هذا حتى في الصحيح، قصة هذه في الصحيح، لما جولي أبو بكر لعمر يطلي في إبل الصدقة من الجرب والأشياء هذه، فوراهم الورقة أنه بيعطيهم إبل من واحد، رفضها، قال: لا تأخذ، والله ليس لكم إلا السيف الآن. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفكم على الإسلام، أما الإسلام فقد ظهر اليوم وليس لكم إلا السيف. فإذا ذاك موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف عمر ولم يتغير شيء، هذا فهم عمر. هذه المسائل هي التي جمعها الإمام مالك والشافعي وكبار الأئمة، وصاروا يقولون راه في شيء اسمها أنك أنت تراعي الواقع وتراعي الاستضعاف وتراعي القوة وتراعي القواعد العامة وتراعي كذا. أما أنت تجلس على أريكتك وتقول الحديث هذه ورد فيها كذا وأنت لا تفقه شيئا، هذا ما يقوله عقل. طيب يا دكتور، كيف كان فهم الفرق الإسلامية، لعلنا نختم بهذا السؤال، لأن أعتقد بأن الوقت داهمنا، كيف كان فهم الفرق الإسلامية المتعددة للمصطلحات الإسلامية ومنها مصطلح الوسطية، وحتى لا نكبر حجم هذا السؤال، إيه؟ كيف كان فهم المرجئة والخوارج مصطلح الوسطية؟ كم وقت باش نعرف كيف؟ لا أدري كم الوقت يا طيب. خمسة لعل خمسة. طيب نأخذ الخوارج، احنا ذكرنا هذا المثال تو الآن على سبيل المثال، أنت ذكرت قبل خمس دقائق، ذكرت قبل قليل، ذكرت قبل قليل، قلت أنت الأشياء هذه مرات أي واحد يجي ويعرف الوسطية وتمشي الأمور. تو الآن احنا بنجولي قضية الخوارج، تو أنت الخوارج راه هذوما ناس عايش الصحابة رضي الله عنهم، يعني هم ما زال الوحي لم يجف ولا زال الناس اللي عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم يشوفوا فيه، مع هذا انحرفوا 180 درجة وأضل الفرق. ليش؟ لأنهم تركوا هذه الأشياء اللي ذكرناها الآن وهي واضحة، تو أي مسلم عادي حتى العجائز في البيوت يقولوا شنو هالخوارج الضالين، واضحة ضلالهم، واضح كيف انحرفوا. أو تظن أن هؤلاء الخوارج ضلوا
يعني بانهم شو التوراه والانجيل جابوها واستدلوا بها ولا كذا. تعال احنا ناخذ تو بعض ادله الخوارج في تكفير المسلم كيف ضلوا ضلال مبينهم. هم جاءوا الى المسلم، جاءوا لقضيه الايمان، قالوا الايمان كتله واحده لا تتجزا، اذا فقدت منها واحد 99 الباقيات كلهم شو فهم هذا. تو هذا جابوا ادله من القران، طب نذكر لك انا بعض الادله. يعني هم استدلوا من القران نفسه، من القران والسنه. كيف قالوا؟ قالوا المسلم كاف اذا ارتكب معصيه، شرب خمر، زنى، وقع في الربا، هرب، تولى يوم الزحف. ولذلك انا يا توادي الخوارج لا يفرون يوم الزحف، يموت لان عنده كبيره وتكفر كبيره. ان الان هي اللي قلنا احنا صادقين، لما قلت اني صادقين هي يشوفوا فيها. والله بالمناسبه جاني واحد من الشباب من مصرات، قائد محور، قال لي كيف تقول على الخوارج صادقين؟ قلت له بنسالك سؤال، انت شاركت في حرب سرت الاولى؟ قال لي شاركت فيها. قلت له شاركت في حرب سرت هذه؟ قال لي شاركت. قلت له في فرق؟ قال لي فرق كبير. قلت له كيف؟ قال لي والله ثلاثه من همال الخوارج موقفين ارتال. قلت له هذا الصدق اللي نحكي لك عليها، هو ضال مضل منحرف انحراف كامل، لكن بيموت لانه لا يهرب عند كافر تولي يوم الزحفه. فهمت كيف؟ صدق في فهمي في عقيدتي، في عقيدته الباطله، الباطلة. ماشي. قال الله تعالى انظر استدلالاته يقولونها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى. طب احنا خلينا من فهم اهل السنه وفهم نحن، هم قالوا الذي كذب وتولى هذا فاسق. فاسق هذا، تو استدلوا بالايه الان. فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى. قالوا الذي كذب وتولى اي واحد يكذب ويتولى فهو اشقى وهو مخلد في النار. واضح الاستدلال من القران. قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. بقى الفاسق هيك يقولوا هم، شوف استدلالات الفاسق، بيجزيه ربي جنه ولا نار؟ نار. نار، اذا خلاص هذا كفور لانه قال وذلك جزيناهم بما كفر. هذا استدلالاتهم ما لهاش علاقه. ليش يعني استدلوا هيك؟ لان ما استدلوش بفهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، تركوا الفهم هذا فصاروا يضلوا ضلالا مبينا. شوفها واضحه. قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الفاسق اللي يشرب في الخمر هذا وجهه ابيض ولا اسود؟ هيك يقول لكم. اي واحد تسال تقول واحد يشرب في الخمر وجهه اسود، اذا هذا يوم القيامه بتسود وجهه وكفرها، يوم تبيض وجوه. فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم. هيك استدلالاتها ايات ولا معي؟ نعم معك. نعم نعم. قالوا ربنا في القران قسم الناس الى قسمين، ما قسمهمش الى ثلاث اقسام. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها ام اقرؤوا كتابي الى اخره الايات. واما من اوتي كتابه بشماله هذا الكفار. وين؟ قالوا ما عندناش حاجه ثانيه. اللي يشرب في الخمر هذا بيعطيه بيمين ولا بيصار؟ يعني تريد ان تقول يا دكتور حتى استدلالات؟ نعم لا والله هذا ضمن وراه. نعم. امه من البشر. يعني انت يا دكتور حتى نوضح للمشاهد الكريم، تريد ان تقول بان استدلالات الفرق الخارجه عن فرق الضاله هذه كانت ايضا استدلالات من الكتاب والسنه، انما ينقصها انها لم يكن استدلال بفهم سلف هذه الامه. هذا اللي بنقول، هذا اللي بنقول لك. نعم. مهم ان يسمع الناس الايات، مش ما يظنوش ان هي ما تو الان. حتى الدواعش واللي يدعوا السلف وكذا كل ايات، قال الله قال الرسول، وين الدليل وين كذا؟ كل الدليل والايات. بنقول لهم حتى الخوارج راهو بالدليل على الجاده. وين الفهم؟ المشكله في الفهم. صحيح. انت تفهم بالبغدادي وهذا يفهم باللي في مكه وهذا يفهم باللي في السودان وهذا اللي يفهم بكذا وهيك كل هالامور هيك، لكن الاستدلالات قال الله وقال الرسول. بالله يا رب مهم استدلالات الخوارج هذه مهم، لان الخوارج وردت فيهم النصوص متواتره ومع ذلك ضلوا ضلال مبين. لان ليش؟ تركوا اصل عظيم من اصول الوسطيه اللي هو فهم الصحابه. قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم. باي وين؟ ما قالوناش الفاسق اللي يشرب في الخمر. طبعا في ايات واحاديث ثانيه ما يجيبوش فيها، تركوها قالوا احنا كافر اذا شارب الخمر كافر، ما لناش علاقه به. قال الله تعالى، بالله سامحني بس حتى دقيقة يا دكتور، خلينا ناخذ الخوارج بس. نعم. نعم. قال الله تعالى استدلالات، انظر كيف. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. قالوا اللي يترك الحج كافر. قال الله ومن كفر فان الله غني. نعم. هذا استدلالات. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. في الحديث قالوا واضح مش مؤمن معناها كافر، تمينا. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعضي لا كفر. ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اذا لما انت تقاتل مسلم تكفر بالله، ما فيش كلام. ماشي. ايما امرئ قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. انا عندي تو هذا شندار ما كفرش بالله، ما عبدش الصنم. هيك استدلت الخوارج. قالوا هذا قال لهذاك كافر، خلاص يا هو كافر
مخلد في النار يا هذا. وهي فهمها مش طبعا هذه الآيات والأحاديث اللي يستدلوا بها الخوارج لم يفهمها أحد من الصحابة رضي الله عنهم على هذا بهذا النحو. إنما هم فهمهم البعيد عن فهم الصحابة. فإذا الوسطية لابد من الكتاب والسنة وفهم الصحابة. أنا لما نجي لي آية زي هذه فمنكم مؤمن ومنكم كافر، شن قال فيها أبو بكر؟ كيف فهمها عمر؟ كيف فهمها عثمان؟ كيف فهمها؟ هذا الشق الأول. أنا دكتور الوقت خلاص يعني. نعم أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به. جزء ثاني إن شاء الله سيكون، إذا هو عندي بقي بعض الأسئلة إن شاء الله نتناوله في جزء آخر إن شاء الله من موضوع الوسطية، لأنه من الأهمية بمكان حقيقة. أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكر كل من قام بإخراج هذه الحلقة وبثها على الهواء مباشرة، وأشكركم أيها الأفاضل على حسن متابعتكم. حتى نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.